من جانبه قال نائب وزير الأوقاف الشيخ جابر طايع أنه تم ندب 70 داعية سيرافقون الحجاج لتيسير بعثة الحج. كما أكد طايع أنه تمت مراعاة وجود كتائب تيسير الحج برفقة كل حاج. قدمنا لكم 70 داعية من دعاة وزارة الأوقاف والأزهر الشريف يمدكم أيضا، وصنعنا لهم دورات تدريبية متعددة من أجل الارتقاء بهم من الناحية الفنية ومن ناحية الخبرة والخدمة التي ستقدم إلى حجاج بيت الله الحرام. راعينا في هذه البعثة على اختلاف أنواعها، وأن يكون هناك كتاب تيسير الحج الذي ألف في وزارة الأوقاف في مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مرافقا ومصاحبا لكل حاج، ميسرا له في الفتاوى، ثم العلماء الأجلاء الذين سيرافقونكم. وراعينا ووصيناهم بأن يرتدوا الزي الأزهري حتى يقدموا صورة طيبة للعالم كله. الأزهر الشريف، الدبلوماسية الناعمة التي ستكون مع حجاج بيت الله الحرام.